افكرك بقى بالماك والاي بي والماسك والجيت وشويه حاجات كده. بص بص شايف دول كده، افكرك بيهم. ادي شويه اجهزه اهي، وانا بص هجيب ايه، هجيب راوتر واربطهم. المفترض بقى احنا عندنا هنا ماكات هيتم استخدامها. الجهاز ده لازم يكون ليه ماك اكس واي زد دبليو، زي مثلا ده ام او ار اس تي، واحنا اتفقنا مع بعض ان كمان كل فتحه في الراوتر بيبقى ليها ماك. ايه بي سي مثلا، تمام كده. بص بقى الجدول بتاع السويتش ده، الجدول بتاع السويتش ده مش هيبقى متسجل فيه غير اكس وواي وزد ودبليو وايه، ما يشغلوش ها مكات الناس اللي ورا الراوتر، ملوش دعوه بيها. والراجل ده مسجل عنده ايه، بي وام وان وو، وده مسجل عنده ار اس ايه ها تي وسي. ده بالنسبه للمكات، بس احنا عارفين برضو ان كل جهاز في النتورك بتاعتنا بيبقى ليه ايه، بيبقى ليه اي بي. يعني الاي بي بتاع الجهاز ده مثلا 10 0 0 1، وده مثلا 10 0 0 2، 10 0 0 3، 10 0 0 4، ماسك كام لكل دول على 8. اذا لابد ان الاجهزه اللي هنا يبقى ليها ند مختلف. فلو جيت تدي الاجهزه اللي هنا اي بي مش هينفع 10 حاجه، حط اي حاجه تانيه في رينج ايه، رينج مختلف. يعني مثلا الاجهزه اللي هنا تاخد 20 0 0 1، 20 0 0 2، 20 0 0 3. وبرضه نفس الكلام الاجهزه اللي هنا طالما واصلين براوتر بانترفيس جديد في الراوتر، يبقى لازم يكون ليهم ند ايه برضه مختلف. كام مثلا؟ 30 0 0 1، 30 0 0 2، 30 0 0 3. تمام كده؟ يبقى متفقين ان كل مجموعه واصله براوتر لازم يكون ليهم ند مختلف عن المجموعه ايه؟ الثانيه. خلي مسقطنا كلها على كام؟ على 8. لابد بقى ان الفتحه فين؟ الفتحه دي في الراوتر تاخد اي بي تبع انهي ند؟ تبع الند ده، يبقى مثلا الفتحه دي 10 0 0 200 مثلا. طب والفتحه دي لازم تاخد اي بي تبع المجموعه دي، يبقى 20 0 0 200 مثلا. والفتحه دي مثلا 30 0 0 200. سؤال، هل كده الناس اللي هنا تعرف تتكلم مع الناس اللي هنا والناس اللي هنا؟ الاجابه لا لسه. ليه بقى؟ لابد عشان الناس اللي هنا تعرف تتكلم على مع حد في نتورك مختلفه، تكون حضرتك مظبط لها حاجه اسمها ايه؟ جيت واي. الجيت واي للمجموعه دي بيبقى الاي بي بتاع فتحه الرابطه اللي واصل ليها بيها. فالمفترض يبقى الجيت واي للمجموعه دي 10 0 0 كام ها؟ 200. ده كلام سي سي ان ايه بقى، انا براجعه سريعا. والجيت واي بتاع المجموعه دي 20 0 0 ها 200، والجيت واي بتاع المجموعه دي 30 0 0 ها 200. لو انت فعلا عملت فلاب اللي انا عامله ده كده، ساعتها الناس اللي هنا هتعرف تبنج على الناس اللي هنا وتبنج على الناس اللي هنا. ده لابد بص من وجود جيت واي عشان اعرف اكلم الناس اللي ورا الراوتر. طب لو انا عايز اكلم حد معايا كان ممكن ما اديش الجهاز، يعني لو انا جيت على الجهاز ده او الاجهزه دي ما اديتهاش جيت واي، كاني بس عزلتها عن العالم الخارجي، لكن هما يتكلموا مع بعض زي الفل. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب يبقى ده بالنسبه لايه؟ الماك والاي بي طبعا، ماسك جيت واي. طيب اراجع لك كمان الدي ان اس، مهم جدا هنحتاجه. لو سيادتك وصلت الشبكه بتاعتك دي بشبكه الانترنت، ادي دي شبكه الانترنت اللي هي فيها اي بيهات ملايين المواقع، انترنت فيس وياهو وجوجل المفترض سيادتك لو عايز تفتح اي موقع من المواقع دي، تقوم جاي فاتح البراوزر، والمفترض يعني تكتب هنا الاي بي بتاع الموقع اللي انت عايز تفتحه. الكلام ده كان زمان قبل اختراع حاجه اسمها ايه، دي ان اس. كان لازم تكتب الاي بي بتاع الموقع، زي كده ما تيجي تطلب واحد صاحبك كان لازم تبقى حافظ رقمه، تمام. لكن دلوقتي للتسهيل عملوا ايه؟ قال لك بص يا عم انت احفظ النيم،
الاي بي النيم بتاع الموقع ايه؟ www.facebook.com yahoo.com. واحنا هنعمل لك سيرفر زي مين مثلا؟ زي حضرتك اربع تمانيات. هيبقى متسجل جواه ايه؟ او يقدر يوصلك لايبيهات ملايين المواقع اللي متسجله في الانترنت، ياهو جوجل وفيس. طب انت بقى هتعمل ايه؟ هتيجي على الاجهزه بتاعتك تقول لهم بقول لكم ايه؟ ده الاي بي بتاعكم وده الماسك والجيت واي 10.0.0.200. ولو احتجتوا تستفسروا عن اي بي اي موقع روحوا لمين؟ لاربع تمانيات اللي هو هيبقى الدي ان اس بتاعنا. تمام كده؟ فبقى لو انت جيت فتحت البراوزر وكتبت اسم اي موقع اوتوماتيك من غير ما انت تحس يقوم جهازك رايح لاربع تمانيات يجيب منه الاي بي اللي متسجل عنده ويبدا يروح يتكلم مع الموقع اللي هو جاب الاي بي بتاعه من الدي ان اس. وصلت؟ يعني الدي ان اس مجرد تسهيل بس، بيحول لك النيم لايه؟ زي بالظبط دليل التليفونات. لو سيادتك عايز تكلم نمر شخص معين دكتور مثلا مستشفى وما تعرفش نمرتها، تتصل بالدليل هو يدلك على الرقم ويوصلك ليه. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى احنا عرفنا كده الدي ان اس رجعناه مراجعه سريعه. طيب كده انت محتاج كل جهاز تديله اي بي؟ مش محتاج تدي لكل جهاز ماك لان هو اوريدي واخد ماك مع كارت النتورك وهو جاي. انت محتاج تدي بس لكل جهاز ايه؟ اي بي وماسك وجيت واي وكمان دي ان اس عشان ما يحفظش الاي بيهات ويحفظ بس الايه؟ الاسماء. قدامك حل من اتنين بقى عشان كل جهاز ياخد اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس. يا اما طريقه مانيوال هتتعبك بس هتعلي لك ليفل السكيورتي وتحسن اداء شبكتك، يا اما طريقه اوتوماتيك بس استحمل اللي هيجرى لك. طريقه اوتوماتيك ان الاجهزه باستخدام ايه بقى؟ جهاز اسمه دي اتش سي بي سيرفر. بقوم جاي موصل في شبكتي جهاز، الجهاز ده بس هو اللي انا هاجي عليه بايديا ادي له اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس بايديا مانيوال، وبعدين انزل عليه خدمه الدي اتش سي بي. والاجهزه دي هقول لها بقول لكم ايه؟ ما توجعوش دماغي بقى، لما تحبوا تاخدوا اي بي وماسك وجيت واي ودي ان اس ابقوا روحوا حضرتكم للدي اتش سي بي خدوا منه هو المسؤول عن التوزيع. انا طلع انا عشان اريح دماغي طلعت انا بس هتعب ان انا اعمل ايه؟ اعمل الدي اتش سي بي. يبقى انا كده فكرتك بالدي اتش سي بي نستخدمه عشان نوزع على الاجهزه. طب السؤال بقى، ماذا لو انت جيت على الجهاز بتاعك، الجهاز ده مثلا، نمسح بقى ده، الجهاز ده، الجهاز ده انت ما اديتهوش اي بي مانيوال بايديك، وفي نفس الوقت الجهاز ده حاول يا عيني يوصل للدي اتش سي بي ما عرفش يوصل له. مثلا الدي اتش سي بي مهنج، في مشكله، طفيته، بتعمل له صيانه، الجهاز ده يتصرف ازاي؟ لا انت اديته اي بي مانيوال بايديك ولا لا دي اتش سي بي ياخد منه. الحل ايه؟ يقوم جاي الجهاز ده عاطي لنفسه اي بي، يعني هو اللي هيديه برايفت لنفسه. هيدي لنفسه ايه؟ اوتوماتيك بنفسه هيدي اي بي ادرس. شايف الجمله اللي انا كتبتها دي؟ اوتوماتيك برايفت اي بي ادرس. تيجي نختصرها في ايه؟ في ابي ب. عشان كده يقول لك لو الجهاز ما لقاش دي اتش سي بي وانت مش عاطي له اي بي مانيوال يشتغل بالابيبه. كام بقى الابيبه دي حضرتك؟ يقوم جاي الجهاز ده عاطي لنفسه. بص بقى بيدي لنفسه ايه؟ بيدي لنفسه اي بي 254، لا الاول 100 169 254 دوت، ويختار لنفسه اي حاجه دوت، ويختار لنفسه اي حاجه. تمام. وماسك كام؟ 255 255 00. إذا الأي بي ده بيستخدمه الجهاز في حالة اليأس، لما يا عيني ولا تديله أي بي ولا يوصل لإيه؟
دي دي اتش سي. خد بالك الجهاز ده نفسه ايه؟ اي بي وماسك نو جيت واي نو دي ان اس. فاصبح الجهاز ده معزول عن العالم الخارجي صحيح. وكمان معزول عن زمايله اللي قدروا يوصلوا ليها. عارف لو الاربعه دول كانوا فشلوا ان هم يوصلوا للدي اتش سي بي كان الاربعه هياخدوا منين؟ من الابيبه. فالاربعه هيبقوا في نفس النتورك مع بعض. خد بالك بقى ساعتها بص هتلاقي الجهاز ده ده ادى لنفسه كام؟ ده ادى لنفسه 169 254 سي مثلا دوت 1 دوت 10 مثلا. ده يوم جاي عاطي لنفسه كام؟ 169 دوت 254 دوت سي مثلا 1 دوت 50 ماسك 255 255 00. سؤال الجهازين دول دلوقتي مش ليهم نفس النت؟ اقدر ان انا اجي من ده ابنج على ده ومن ده ابنج على ده. بس مشكلة السيناريو ده ان نو ها جيت واي نو ها دي ان اس. عارف ينفع معانا السيناريو ده امتى؟ لو انت عندك 50 جهاز موصلهم بسويتش ومش ناوي توصل السويتش ده براوتر ولا تربطهم بالعالم الخارجي. اذا يكفي كل جهاز اي بي وايه؟ اي بي وماسك. مش محتاج جيت واي في حاجة وهيبقى تقريبا برضو مش محتاج الدي ان اس في حاجة. فخليه بقى شغال بايه؟ اه بالابيبه. ولا نوجع دماغنا ونلف على الاجهزه ونديها ايباد ولا نعمل دي اتش سي بي ورابي كده هيقدروا يتكلموا مع بعض زي ماشي. بس هنا عايزك تسجل كده سؤال وهنجاوب عليه كمان شويه. ايه اللي يضمن ان ده يدي نفسه ابيبه يكون مختلف عن ده؟ مش يمكن ده يوم جاي عاطي نفسه ابيبه شبه ده؟ سيب السؤال ده هنجاوب عليه كمان شويه. تمام؟ هي عمرها ما هتحصل. عمرها ما تحصل بس ايه هنشوف ازاي عمرها ما هتحصل. بس اعرفك ايه هو الارض. افتح كده صفحه جديده. طيب احنا عايزين بقى نفهم دلوقتي حاجه مهمه جدا جدا اسمها ارض وحاجه كمان اسمها داد وجراتيوتس ارض. نبدا بس بالارض. لو انت عندك نتورك بالمنظر ده وكل جهاز طبعا ليه ماك. الماك ده اكس واي زد دبليو وكل جهاز اكيد هيكون ليه اي بي. الاي بي مثلا بتاع ده 10 0 0 1 10 0 0 2 10 0 0 3 10 0 0 4. وانت قاعد على الجهاز ده سينا مثلا بي سي 1 عايز تبنج على بي سي 3 عايز توصل لده يبقى انت هتعمل ايه؟ هتفتح السي ام دي تقوم جاي كاتب ايه؟ ان انا عايز ابنج على 10 0 0 3. انت عايز تبنج على 10 كام؟ 3. اول ما سيادتك تكتب امر بنج ده انهي بروتوكول يشتغل معانا؟ ها الاي سي فاكر الاي سي ام بي ام بي يجهز حاجه اسمها ايكو ريكويست اللي هي البنجايه اللي هتطلع من عندي. طيب وبعدين الايكو ريكوست دي لابد ان هي ايه يتحط لها اي بي هات ويتحط لها ايه؟ يتحط لها ماكات صح كده ولا ايه؟ الاي بي هات هتبقى كام؟ الطبيعي اي بي اللي مطلع الداتا 10 0 0 1. طب والديستنيشن اي بي مفترض اي بي الشخص اللي انا عايز ابعت له الداتا اللي هو انا كاتبه بايديا اهو 10 0 0 كام؟ ها 3. طب والمكان بقى حضرتك بص بقى المفترض احط هنا الماك بتاعي صح كده؟ الماك بتاعي ده اللي هو المفترض اكس. طب وهنا احط كام؟ خلي بالك انا كل ده شغلي على الجهاز ده. احط كام هنا بقى؟ هي دي النقطه بقى. ايه رايك انت احط ايه هنا؟ الفات. الفات ليه؟ انا عايز ابنج على 10 3. احط زد صح كده؟ طب السؤال بقى ايش عرف 10 1 ان الماج بتاع زد بتاع 10 3 زد؟ يعرف منين؟ ايش عرف؟ تمام؟ هو انا كجهاز بيبقى معايا لستة باي بيهات وماكات الاجهزه اللي معايا في الشبكه؟ الطبيعي لا. وبالتالي هنا في معلومه ناقصه. هنا كده في معلومه ناقصه. يا ترى هو 10 3 ده لما اجي اتكلم معاه ابعت على ماك كام؟ ليه؟ انا عايز ابعت على زد ليه؟ عشان الداتا لما توصل للسويتش يوجهها ناحيه مين؟
ناحيه زد. ما هو السويتش معتمد في توجيه الداتا على ايه؟ على المكان. طب انا لو حطيت هنا افات يبقى هتروح لايه؟ كله. يبقى كده السويتش فقد اهميته. ما لو كل واحد هيحب يبعت حاجه حاجه لحد هيبعتها له كانك اهو حولت السويتش لهب. يبقى انت كده فقدت اهميه الايه؟ السويتش. وصلت؟ احط هنا ايه بقى؟ فقال لك خلاص يا عم عايزين حل الموضوع ده. الحل دايما بيبقى في حل ايه وحل ايه؟ معروف. ايوه حل مانيوال، حل مانيوال وحل اوتوماتيك. ايوه. الحل المانيوال هاي ليفل اوف سكيورتي، هاي ليفل اوف بيرفورمانس. الحل اوتوماتيك هيأثر على البيرفورمانس والسكيورتي. طب نبدا بالحل المانيوال. ايه الحل المانيوال؟ ان انا هاجي على الجهاز ده اقول له خلي بالك، وهعرفه انا اقول له خلي بالك لما تيجي تتكلم مع 10.003 سجل عندك ان ده الماك بتاعه زد. انا اللي بايديا هعمل الكلام ده، وخلي بالك انا عشان اقدر اعمل الكلام ده بايديا لازم الف على جهاز جهاز في الشبكه اعرف اي بيه كام وماكو وماكو كام عشان انا اعمل ماب الاي بي والنيم. ولو في المستقبل الاي بي بتاع احد الاجهزه اتغير يبقى لازم اعدل فيها في الماب ده، صح كده ولا ايه؟ ويا سلام بقى لو انت الاجهزه دي بتاخد ايبيات من الدي اتش سي بي، يعني ممكن الجهاز ده النهارده ياخد 10.2 بعدها بكام يوم ياخد اي بي مختلف تماما، فتبقى المعلومه اللي انت سجلتها هنا معلومه ايه؟ ها غلط. ده انت مش بس هتعمل الكلام ده ل 10.3، ده انت هتعمل الكلام ده ل 10.2 و 10.4. يعني لازم تقول لده خلي بالك 10.002 ده الماك بتاعه واي، و 10.003 الماك بتاعه. انا خلاص كتبت 3 يبقى كده فاضل لي كام؟ 10.004 دبليو. عارف لو انت عملت كده، كده الراجل ده لو حب يكلم 2 او 3 او 4 عارف مكانتهم ولا مش عارف مكانتهم؟ لو رساله ل 10.3 يبقى خلاص عرفنا ان احنا هنحط هنا ايه؟ هنحط هنا كام؟ زد. فلما تطلع الرساله تروح ليها؟ لزد فقط. وصلت؟ طيب خد بالك بقى، زد عايز يرد عليا او واي عايز يتكلم هو كمان مع دبليو. طب ما هو لازم واي يبقى عارف ان 10. بص انا عندي اربع اجهزه يبقى محتاج على كل جهاز اسجل كام معلومه؟ خلاص الباقي كله انت ثلاث معلومات، يبقى هنا ثلاثه وهنا ثلاثه وهنا ثلاثه وهنا ثلاثه. ولو حصل تغير يبقى لازم اعدل في ايه؟ في الاجهزه كلها، صح كده؟ فما بالك لو كانوا 10 اجهزه. لو 10 اجهزه يبقى كل جهاز تسع معلومات، تسعه 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 تسعه. لو 20 جهاز يبقى تسعه، صح كده؟ شغلانه. عشان كده الطريقه المانيوال ديت ما بنستخدمهاش الا في اضيق الحدود، وهنشوف امتى فعليا نستخدم ده كده هيطلع منين. ويا سلام لو الاي بيهات دي اتغيرت يبقى الدنيا كلها باظت خلاص، تعدل انت بقى في كل ايه؟ كل جهاز. طب الطريقه الثانيه حضرتك طريقه اوتوماتيك باستخدام بروتوكول اسمه ايه بقى؟ الارض. بص بقى في الارض ايه اللي هيحصل. دلوقتي سيادتك قاعد على الجهاز ده عايز ترنج على 10.3، الايكو ريكويست هيشتغل ويجهز الاي سي ام بي، هيشتغل يجهز ايكو ريكويست يسلم اي بي فيرجن 4 يحط ايه؟ سورس اي بي ديستنيشن اي بي. مين يستلم؟ ها ايثرنت 2 يحط ايه؟ سورس ماك وديستنيشن ماك. وبرضه هنوصل للنقطه دي ها ونقف. ويقوم مين متدخل؟ الار بي. الار بي يتدخل، والار بي بيتدخل اوتوماتيك بدون امر منك، يعني هو بيبقى نازل مع الويندوز وبيشتغل لوحده ويعمل كل حاجه مع نفسه، تمام كده؟ يوم جاي عامل ايه بقى الارب؟ بص رهيب الارب ده، يبعت رساله يقول فيها اللي بيجهز الرساله دي الارب، يبعت رساله يقول فيها ايه؟ I am ما بيغيرش ليه؟ I am انا مين؟ 10.001 ده مين اللي بيقول كده؟ ده ماي ماك از اكس
تمام؟ طيب بليز بليز لو سمحت انا عايز اكلم مين؟ 10 3 أيوة. ومعيش الماك بتاعه 10 0 0 3 جيف مي يور ماك. ده كده مضمون الرساله اللي هتطلع حضرتك. مين اللي جهزها؟ الأرض. ويقوم جاي عامل الراجل ده هو بيقول يا جماعه اللي فيكوا كام؟ ها 10 3. بص انت ركزت في كلمه يا جماعه دي. يا جماعه دي يبقى لازم الرساله دي تطلع لكل الناس. ايه اللي يحصل؟ يقوم مباشره مين يستلم الرساله دي؟ ايثرنت 2 يحط لها ايه؟ يحط لها حضرتك المكات بتاعتها. ايه المكات بتاعتها؟ انا اللي مطلع الرساله دي اكس، ويقوم جاي باعتها لكل الناس. تمام كده؟ تقوم توصل لكل الناس، يقوم كل الناس يعرفوا ان 10 1 المكان بتاعه ايه؟ عشان لو ده او ده او ده حبوا يتكلموا مع مين؟ حبوا يتكلموا مع 10 1، يعني الراجل ده فضح الماك بتاعه للناس. نعم. يا جماعه اللي عايز يكلمني انا اكس. اللي عايز يكلمني ك 10 1 انا اكس. لو سمحتوا بقى طالما انا عرفتكم الماك بتاعي المحترم اللي فيكوا 10 3 يا ريت يرد عليا ويديني الماك عشان عايز اتكلم معاه. وصلت؟ المفترض الوحيد اللي يرد اول ما الرساله دي توصل لده وتوصل لده وتوصل لده. لو الاجهزه دي عندها ضمير الراجل ده ما يردش، والراجل ده ما يردش، والوحيد اللي يرد مين؟ 10. وركز تاني، حط 100 خط تحت ايه لو الاجهزه دي عندها ايه؟ عندها ضمير. ايوه طبعا. ما تردش. تمام؟ انا عارف. ايوه الكلمه دي وراها حاجه من زمان انت كنت تقول. ايوه اتوقع ان هنا في فرصه. تمام. فايه اللي هيحصل؟ المفترض ده دلوقتي يرد. بص بقى ده هيرد هيقول ايه؟ هيرد يقول I am 10 0 0 3 my mac is ها زد. تمام كده؟ وببلغك يا 10 0 0 1 يا اللي الماك بتاعك كام؟ يا اللي الماك بتاعك اكس. ببلغك بايه؟ بص انا كده ببلغ شخص معين. ها؟ يعني الرساله دي وهي راجعه مش هتبقى برودكاست. الرساله دي وهي راجعه هتبقى طالعه من مين؟ من زد رايحه لمين؟ رايحه لاكس. يعني الارب الريكوست بتاعه برودكاست، الريبلاي بتاعه ها يونيكاست. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ الريكوست بتاعه برودكاست بقول يا جماعه اللي فيكوا كذا يرد عليا. لكن الريبلاي المفترض شخص واحد هيرد على الشخص اللي طلب، يبقى ده هيبقى يوني كاست. وده ايه؟ ها ده زي ما انت شايف كده برودكاست. يبقى ايه اللي يحصل بقى حضرتك؟ يقوم الجهاز ده تكتب قدامها بس ريكوست. ده حلو صراحه. ده الريكوست. او تعالى بقى نحطها عند الارب ريكوست، وده ارب ريبلاي. يقوم ده بقى يعمل ايه بعد ما تجيله الارب ريبلاي؟ يقول لك ايه يا عم انا كيشها عندي، كيشها عنده جاي مسجل ان 10. نعمل لها ريد يعني. بص شبهها. شفت مش المعلومه دي اللي انا كنت سجلتها عنده مانيوال بايديا؟ عرفها عن طريق ايه بقى دلوقتي؟ 10 0 0 3 الماك بتاعه زد. دي المعلومه اللي انا لو ما كانش عندي الارب كنت هسجلها مانيوال بايه؟ بايديا. صح كده؟ طيب فعشان كده المعلومه دي اما ان هي تبقى ستاتيك لو انت مسجلها بايديك، واما ان هي تبقى ايه؟ دايناميك لو انت اعتمدت على الارب. والمعلومه دي بيسموها ايه؟ يعني طبعا المفترض بقى ده لما يكلم ده ويكلم ده هيطلب منهم المكات بتاعتهم، ويقوم جاي الراجل ده باني عنده حاجه اسمها ارب ايه؟
لا ار بكاش، ار بكاش. الار بكاش دي عباره عن اي بي الجهاز اللي اتكلمت معاه بالماك بتاعه، لان انا لازم عشان اتكلم مع جهاز اعرف اي بي والماك. يعني لو في عندي 100 جهاز اتكلمت معاهم، تاكد ان انا هيبقى مكيش عندي 99 اي بي بالماك بتاعه. اوكي، في الحاله هذه يعني انا افهم الار بي كاش، الار بكاش عفوا الار بكاش فتره معينه وبعدين لو دايناميك. ايوه، لكن لو استاتيك، لو انت اللي مسجلها بايديك، لو استاتيك خلاص. لكن لو دايناميك ايه اللي هيحصل؟ لو استاتيك يبقى ار بي كاش. لو استاتيك برضو هي بص بيقول لك ان الار بي كاش دي اما ان انت تملاها بايديك او تسيبها تتملى اوتوماتيك. تمام. عايز تسميها ار بي كاش سميها، عايز تسميها اي بي ماك كاش سميها، مش هنختلف في المسميات. المهم ان هي يا اما بتتملى استاتيك يا اما تتملى ايه دايناميك. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ لو انت عايز تمسح هذه الكاش تكتب الامر ده ارب ماينس دي. لو عايز تتفرج على هذه الكاش تقول له ارب ماينس ايه. حتى بص كده الجهاز اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده، ارب ماينس دي وارب ماينس ايه. دي تمسح وايه ارب ماينس دي. ايوه، يعني ارب ماينس ديليت، وارب ماينس ايه ده هيعرض الكاش. بص بص، انا الاول قبل ما استعرض، ايه رايك يا بينج على 192.168.1.1؟ مش ده اي بي الراوتر بتاعنا؟ وعشان ابنج عليه لازم اكيد اعرف الماك بتاعه. الراجل ده رد عليا، طالما رد عليا واتكلمت مع مليون في المية انا عملت ارب عليه وكيشت عندي الماك بتاعه، اكتب كده ارب ماينس ايه. يقول لك ايه؟ فين 1.1؟ اهو 192.168.1.1. ماله؟ الماك بتاعه اهو ده، فعليا ده الماك بتاع الراوتر بتاعه. يعني احنا لو دخلنا على الراوتر دلوقتي هتلاقي ده فعلا ومتسجل عندي ايه؟ ها دايناميك. يعني هيتمسح، هيتمسح بعد قد ايه بقى؟ بيختلف من نظام تشغيل لنظام تشغيل تاني. ساعات الكاش دي تتمسح بعد، ممكن في بعض، ممكن انا كنترول الموضوع ده، في بعض الانظمه بتتمسح بعد 5 دقائق وماكسيموم، في معظم يعني في عمرك ما تلاقي في نظام تشغيل اكتر من 4 ساعات. 4 أور. تمام كده؟ لو انت عايز تمسحها بقى بايديك ومش هتستنى ال5 دقايق وتقول له ارب ماينس دي. دلوقتي بقى لو انت جيت تقول له ارب ماينس ايه، المفترض ما بقتش موجوده. انت بس ايه عارف، لو انا فتحت اي موقع، مش انا عشان افتح اي موقع لازم الاول اعدي على الراوتر، وعشان اعدي على الراوتر لازم اعرف الماك بتاع الراوتر. يعني احنا كده دلوقتي لو اول ما جوجل يفتح المفترض دلوقتي الاقي ال ار بي ماينس ايه 1.1 اللي حصل الكايش تاني زي ما انت شايف كده معايا ولا؟ طيب، او انت لو عملت لوجو في لوجو، عملت الستارت، الكاش دي ايه اللي بيحصل فيها؟ بتتمسح. طب لو انت عايز تسجل معلومه في الكاش دي مانيوال، بص بقى يا سيدي، الاول انا هقول له ار بي ماينس ايه، وهقول لك امتى نحتاج نعمل حاجه زي كده. هعلم على الجزء ده اها، وادوس انتر، انا كده خدت كوبي. بص بقى اقول له ارب ماينس اس، ارب ماينس اس، يعني انا عايزك تسجل معلومه استاتيك. دي الليست، سجل يا باشا عندك دي استاتيك مش دايناميك. انتر. دلوقتي لو قلت له بقى ارب ماينس ايه هيقول لي المفترض دي تتحول دلوقتي لستاتيك. ار ب ماينس اي تشتغل اهو، انتر، لسه. خليني اقفل وافتح تاني كده. ار ب ماينس، وانا كنت بكتب ماينس اس ولا ماينس اي؟ ار ب ماينس اس، انتر، ارب ماينس ايه. لا دي تلاقيها تهيسه دي اهو، اهو صح، انا مش واخد بالي منها.
ابص 1 9 2 1 8 1 1 ها ايوه استاتيك وصلت. سيبك من دي مسح، دي هي اللي تهمنا ار ب ماينس ايوه ده اهو زي كمان الجسم اللي هو لا لا ده مالتي كوست ده ملناش دعوه بيه. طيب يا سيدي يبقى ده كده بالنسبه لايه، يبقى انا عرفتك الار. الار باستخدامه الطبيعي ايه؟ خلينا بقى نفتح واحده جديده. الار ده اختراع عملوه، الار اختراع عملوه الاستخدام الاول ليه ان هو يريزولف الاي بي تو ماك. يعني ايه؟ يعني حضرتك معاك اي بي ونفسك تعرف الماك بتاع هذا الاي بي، فهو يحول لك الاي بي الماك عن طريق الرساله اللي هو بيبعتها. ده اول استخدام. الاستخدام الثاني للارب في حاجه اسمها دوبليكيشن. دوبليكيشن ادرس ديتكشن او بيسموها داد. وساعتها لو انت استخدمت مش الارب هو اختصار ايش؟ ادرس ريزوليوشن بروتوكول. ادرس ريزوليوشن ريزوليوشن او وين ريزوليوشن بروتوكول. تمام كده؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ الاستخدام الثاني للارب في حاجه اسمها، عشان كده بص لو انت استخدمت الارب في الاستخدام الثاني هو الاستخدام الطبيعي بتاعه اللي فوق ده، لكن الاستخدام الاخر ليه بيسموه ايه بقى ساعتها؟ جراتيوتس ارب. يعني لو استخدمت الارب الاستخدام الطبيعي ده هيبقى ارب، استخدمته في الاستخدام الاخر اللي هو تعمل بيه حاجه اسمها داد فبيسموه جراتيوتس ارب. انا ممكن الغي ده، يعني ممكن اقول الارب بقول لك ايه ما تعملش داد، اشتغل بس ايه ريزولف اي بي تو نيم. يعني هلغي خاصيه الجراتيوتس ايه ارب. خاصيه لو شغلت خاصيه الجراتيوتس ارب يقول لك يبقى الارب هيعمل داد، لغيت خاصيه الجراتيوتس ارب يقول لك يبقى الارب مش هيعمل، يبقى الارب مش هيعمل داد. ايه الداد ده بقى؟ دوبليكيشن ادرس ديتكشن. بص لو سيادتك عندك جهاز ديتكشن يعني يستكشف يعمل ديتكت هل في دوبليكيشن في الادرس ولا مفيش. ايه معنى الكلام ده؟ تعال نشوف معنى الكلام ده، حته خطيره ومهمه جدا دي. بص يا سيدي لو انت عندك جهاز في الشبكه اهو الاي بي بتاعه 10.0.0.1 انت اديته بيديك 10.0.0.1 وجيت على جهاز تاني واديته بايديك برضو 10.0.0 سواء قاصد او مش قاصد حاولت تديله 10.1 اما كده هيبقى فيه ايه؟ في كونفليكت في الاي بي. السؤال ده هيقبل ان هو ياخد 10.1 ولا مش هيقبل؟ عارف ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده هيرفض، هيقول لك اسف 10.1 ده فيه سبقني وحد سبقني بقى، وده اللي هيفضل عايش ب 10.1 لان ده اللي سبق وايه واستخدمه، وده هيرفض يستخدمه. طب ليه ده هيرفض يستخدمه؟ عشان حضرتك اول ما بتدي الجهاز ده 10.1 بيشغل عنده خاصيه الجراتيوتس ارب، ويقوم جاي الجراتيوتس ارب عامل ايه بقى؟ عامل داد. ايه الداد ده؟ بيقوم جاي الجهاز ده باعت رساله باستخدام الارب. بص بقى شكل الرساله دي غريب شويه، بيقول ايه؟ I am تخيل معايا الماك بتاع ده اكس والماك بتاع ده واي، تمام كده؟ يقول ايه بقى؟ I am 10.0.0.1 ده مين اللي بيبعت ده؟ My Mac is Y. بص الحته الخطيره دي، بليز 10.0.0.1 برضه؟ عشان كده بص الرساله دي غريبه،
انا ده الماك بتاعي، وبسال على الاي بي بتاعي برضو جيف مي يور ماك. فكرت ان الواحد مش يقول انا مين، يسال عن نفسه انا مين. طيب بص بقى، الرساله دي لو قريناها بطريقه مختلفه معناها ايه بقى الصح؟ يا جماعه انا واي وعايز ادي لنفسي 10 واحد، فلو سمحتوا لو فيكوا حد سبقني واخد 10 واحد يا ريت يقول لي هو مين. شفت دي نقراها ايه بطريقه مختلفه، فدي بيسموها ايه؟ جراتيوتس ارب. بعمل ده. بص انا بتلخبط فيه على طول، فانت انقله من هنا اهو. جراتيوتس، جراتيوتس ارب، جراتيوتس. انا سمعت السبيلنج يعني على الديكشنريز الاوديو بتاعها جراتيوتس. صح جراتيوتس. والله اي حاجه، المهم ايه؟ لا بس انا فتحت اكتر من ديكشنري وقريت ال على السبيلنج. بالظبط. طيب فدي كده رساله عايز استكشف بيها في حد سبقني واخد 10 واحد ولا مفيش حد. ساعتها مين المشكور هيرد عليا؟ ده هيرد عليا، هيرد عليا يقول لي ايه؟ اي ام 10 واحد، ماي ماك از ايه؟ ها اكس. صح كده. فالراجل ده هيكتشف ان في حد سبقه، مين؟ اكس، واخد هذا الاي بي، فيرفض ان هو يستخدمه. وساعتها عارف ده يعمل ايه؟ يقول لك لا يا عم انا ما اخدش اي بي حد غيري سبقني واخد، انا هشتغل بالابي ده، انا ما اخدش حق حد. شايف الاجهزه محترمه ازاي؟ ما اخدش حق حد. وخد بالك، وساعتها هيطلع لك رساله اول ما سيادتك تدي هذا الاي بي للجهاز ده، يتكتب لك فيها ان اي بي كونفليكت. وبص خد بالك من الحته الخطيره دي، حتى الجهاز ده هتطلع جنب الساعه كده، جنب الساعه تحت كده رساله تقول لك خلي بالك في اي بي كونفليكت. طب ايه الفرق بين ده وده؟ ده هتطلع له رساله اي بي كونفليكت وهيحترم الاعدميه اللي سبقه وهيرفض يغلط. ده هيطلع له رساله اي بي كونفليكت ان في حد بيحاول ياخد الاي بي بتاعك، بس ما تقلقش هو هيحترمك ومش هيرضى يستخدمه. بس ده هيفضل عايش بكام؟ ب 10 واحد. اذا ما ينفعش في شبكه واحده يبقى عندنا جهازين ليهم نفس الاي بي، ما ينفعش، عمرها ما تحصل. لو عملت كده، بص افرض انا يا عم، بص فصلت الجهاز ده من الشبكه وفصلت ده من الشبكه، وبعدين قمت جاي عاطي ده 10.0.0.1 وعاطي ده برضو 10.0.0.1 ودوست اوكي خلاص، ها، وهنا برضو دوست اوكي. خد بالك انا مش موصل ده في الشبكه ومش موصل ده في الشبكه، اذا لا ده هيعرف يعمل داد ولا ده هيعرف يعمل ايه؟ داد. صح كده؟ عارف بقى، لو انت وصلت ده في الشبكه، اول ما يلاقي نفسه هيوصل يقول لك ده جه وقته بقى ان انا اعمل ايه؟ ديت. ما طالما مش وصلت في الشبكه اعمل داد واقعد دماغي، انا مش هينفع اصلا اعمل داد. ده لما هيعمل داد هيلاقي في حد واخد 10 واحد، الغي ده خالص. هما دول. هل انا لسه وصلت ده؟ ما وصلتش ده، فده مش هيلاقي حد واخد 10 واحد يقول لك خلاص انا كده قلبي اتطمن، ما اخدش حق حد. طب اول بقى ما توصل ده، اول ما توصل ده يوم جاي ده يعمل داد، يلاقي واحد سبقه ويقول له، يرفض يوم جاي ده ويعطي نفسه ايه بقى حضرتك؟ حبيبك. نرجع بقى للحته اللي انا كنت قلت لك عليها، ماذا لو الجهاز ده والجهاز ده انت ما اديتوش اي بي، وهو اخد اي بي او ادى اي بي لنفسه منين؟ من الابي. ايه اللي يضمن ان ده يدي لنفسه ابيبة مختلف عن جاره اللي برضه هيدي لنفسه ابيبة؟ احنا اتفقنا اللي بيدي لنفسه اي بي او انت تديه اي بي او ياخد اي بي من دي اتش سي سيرفر قبل ما يستخدمه، يقوم جاي عامل ايه؟ يعمل ده. فالراجل ده لو اختار لنفسه 169.254.1.5
الراجل ده عايز يطمن ان مفيش حد سبقه واخد هذا الاي بي، يقوم جاي عامل داب اطمن يستخدمه. طب لو قدرا ده حب يختار نفس الاي بي، لما هيعمل داب هيلاقي حد سبقه ويحترمه ويقوم جاي عاطي نفسه اي بي مختلف ويعمل داب تاني لحد ما يوصل لاي بي مفيش حد غيره ايه مستخدمه. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ وده يفسر الحته اللي انا كنت قلت لك عليها ان ممكن يحصل كده كونفليكت في الابيبه. لا كده مش وارد طالما احنا عندنا حاجه اسمها ايه حضرتك جراتيوتس ارب. خد بالك عشان الهاكر بيستغلوا موضوع الجراتيوتس ارب ده وبيستغلوا موضوع الداد ده في برضه عمل اتاكس. يعني اديك مثال بسيط، لو انا عندي جهاز كمبيوتر الاي بي بتاعه 10.001 او مثلا 50 وانا عايز اعرف الجهاز ده، اقوم جاي انا عاطي لجهازي 10.0050 بس بشرط جهازي يكون اشتغل قبل ما الجهاز ده ايه يشتغل. يقوم الجهاز ده لما يوصل يرفض ان هو يستخدم 10.50 ويقوم جاي عاطي لنفسه ايه ابيبه. يبقى انا وقعت ده ولا ما وقعتش ده؟ وقعته. انا بديك مثال بسيط وهناخد امثله اكتر. طب تعالى كده نشوف الكلام ده عملي على الباكيت تريسر عشان نختم الحته ديت. بص يا سيدي، ادي سويتش اهو واوصل مثلا اربع اجهزه. وتعالى نراقب من هنا اهم حاجه بنشرحها دلوقتي اللي هو ايه الارب. وتعالى اجي على الجهاز ده اديله 10.001 بس الراجل ده عشان ايه قلبه يطمن طلع ارب. بص بيقول فيها ايه بقى، ايام 10.1 وده الماك بتاعي. يا جماعه لو فيكوا 10.1 سبقني لو سمحت يعرفني بنفسه. هتطلع الرسالة ديت، في حد هيرد؟ في حد انا اديته تاني 10.1؟ مفيش حد هيرد. الراجل ده هيستخدم 10.1 وهو مطمن، وهتلاقي فعلا الاي بي ده اشتغل معاك زي الفل. طب تعالى بقى على ده وقول له انا عايز اديك 10.001. بص بقى يقوم جاي الراجل ده، يا جماعه ها بص مين هيرد؟ شفت مين رد؟ الراجل ده يطلع له رساله تقول له ايه this address is already used in the network. في الحقيقه بيطلع لك رساله يقول لك ان في اي بي كونفليكت جنب الساعه، تمام كده. فالراجل ده رفض ان هو ايه يستخدم. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب ده لو سيادتك شغال مانيوال. طب ماذا لو انا جيت على الجهاز ده قلت له بقول لك ايه انا عايزك تاخد اي بي من دي اتش سي بي؟ الراجل ده يعني هيدور على دي اتش سي بي مش هي ايه مش هيلاقي، انا مش حاطط في النتورك بتاعتي دي اتش سي بي. فيقوم جاي عامل ايه بقى، استخدم ابيبا، ادى لنفسه كام؟ 166 140. طب لو في واحد تاني عايز هو كمان يدي لنفسه ابيبا، يعني خلينا نروح على ثالث جهاز دلوقتي. خلي بالك ده اخد ابيبا وده اخد ابيبا، ايه اللي يضمن للثالث ده ان الابيبا اللي هيدي لنفسه مش متكرر مع ده ولا ده؟ يقوم جاي الراجل ده لما قبل ما يدي لنفسه ابيبا الاي بي اللي اختاره نفسه هيقرب عليه. يا جماعه انا اخترت الابيبه ده، في حد سبقني واخده؟ لو حد سبقني يرد عليا لو سمحت. فايه اللي هيحصل؟ محدش هيرد. فالراجل ده يدي لنفسه الابيبه وهو ايه؟ هو مطمن.